حضرة سعادة قنصل لبنان سوزان موزي ياسين، سعادة السفير الدكتور علي عجمي، مدير المركز العربي الأستاذ حسن جابر، فضيلة الشيخ مديرة هذا الصرح الدكتورة ديانا أبو علي، الإخوة المنتدبون ومسؤولو الجمعيات والمنتجعات، أيها الأصدقاء والصديقات، ضيفنا الكريم المحتفى به وبإبداعه الشاعر شوقي بزيع، إخوتي وأخواتي، رمضان كريم، أسعدتم مساء والسلام عليكم. ظل إعرابي طريقه في ظلام الصحراء، ثم اهتدى بعد سطوع القمر، فاشرأب متطلعا ومخاطبا إياه: ماذا أقول لك؟ إن قلت حسنك الله فقد فعل، وإن قلت رفعك الله فقد فعل، وماذا عساني أقول أمام هذه الوجوه المنيرة التي استجابت لدعوة الإفطار على مائدة الشعر؟ فشكراً لمن لبى وحضر، وشكراً لمن دعم ولم يعتذر. حضوركم يعني الكثير بخصوص دعم الثقافة العربية والعربية الأمريكية. حضوركم يعني أن تفاعلنا مع إبداع العالم العربي على كل المستويات هو إغناء وتعزيز لثقافة العرب الأمريكيين. فالثقافة هي بصمتنا التي نتركها في نسيج المجتمع الأمريكي، فبمقدار ما نرتقي بها تبرز مدى مساهمتنا في المحيط الذي نعيش به. سموها هو مجال فخرنا، ورفعتها عنوان هويتنا، إذ لا نعاني من فقر في تراثنا، بل نشكو من حاضر هوى، نشكو من حاضر هوى بنا إلى أسفل المدارك، فطفى على السطح كل ما هو آسن ومتخلف ومتعصب. وما دور المؤسسات إلا التصدي بعقلانية والمواجهة بالتنظيم المؤسساتي، معتمدين على مقولة أن الحياة في الاختلاف والموت في التماثل. وهذا ما تطمح إليه الندوة جمعية التفكير الحر، وإذ تولد اليوم على يدي قابلة حضوركم الكريم والمشكور، تعتبر نفسها مكملة وداعمة لغيرها في هذا المجال.
للمزيد من الاطلاع على الندوة وكيفية الانتساب إليها والمشاركة في نشاطها، نرجوكم مراجعة المعلومات المتعلقة بها على الرابط الندوة.org. أيها الحفل الكريم، شرف كبير أن تكون هذه الأمسية باكورة أعمال الندوة من ضمن جدولة ستغطي العديد من نشاطات فنية وأدبية وعلمية وأكاديمية، وسيتم الإعلان عنها لاحقا. أما بخصوص أمسية اليوم، فلا بد من شكر شوقي بزيا على تجاوبه، وشكر هذا الصرح على تعاونه، كونه الحاضنة الثقافية الراقية والمعنية بكتابة التاريخ. إن صدفة وجود الشاعر المبدع في نيويورك، والذي تزامن مع ضرورة الإعلان عن هذه الندوة، هو فأل خير سنبني عليه لنيل ثقتكم، فضمان استمراريتنا رهن التفافكم ومساعدتكم. سعادتنا بحضوركم للاستمتاع بفيض الشعر الأصيل تتضاعف بحضور العديد من المبدعين على كافة الأصعدة، ومنهم الشاعرة المتألقة زينب حساب. احتفلت زينب بولادة ابنتها جوليا منذ شهر ونصف، لتنضم إلى أخيها رامي ولثلاثة دواوين من الشعر شهادتي قد لا يعول عليها، كونها زميلة في تعليم العربية في جامعة ويلستيت. ولكن سأكتفي بتعليق للشاعر الراحل أنس الحج، كونه قبص ينير على تجربتها الإبداعية، إذ يقول: مجموعة بواب الذاكرة الفظ، أحد الدواوين لزينب عساف، غاصة بدموع حزنها المشرق حيث ترى القمر بداية النفق، وهو بين دفتيها بدايته ونهايته. وفي أوصاف أطلقها على الكتاب علق أنسي قائلا: زينب عساف عذوبة الهواء الربيع المنعش. إخوتي وأخواتي، للتعريف بضيفنا الرائع، رحبوا معي بالشاعرة الرائعة زينب عساف. بداية، الشكر واجب لأصحاب الدعوة الأعزاء في لقاء الندوة على تنظيم هذه الأمسية الجميلة كبادرة على توجه صحيح ومرجو نحو تفعيل الثقافة وتنميتها في رحاب هذه الجالية الصاعدة سياسياً واقتصادياً. والشكر موصول أيضاً لحضوركم الكريم من رسميين ووجهاء، شرفتم المتحف العربي الأمريكي. وقبل وبعد، الشكر لضيفنا الكريم الشاعر العربي الكبير الأستاذ شوقي بزيع. أهلاً بكم. غبار على أفق الروح يعلو، ووجهته لا مكان، يشير بأشلائه أن تقوس سكانه تحت قنطرة الوقت، وانهدم العقربان، والذي خلفته الحروب قضى تحت أنقاضها، تاركاً للذين يجيئون من بعده وردة من دخان. بين مرثية الغبار التي كتبها الشاعر في العام 1989 مناشداً الطفل الذي كانه ألا يغيب
50 حيث يقول: ومن تكون هذه التي تلوح مثل بقعة شحيحة السواد أسفل العيون؟ لعلها 50. بين هاتين القصيدتين احتلال وانسحاب وحروب، لكن الشعر كالقمر ما غادر الجنوب. هو شوقي بزيع دائم التوهج والإيقاع، والذي يعرف كيف يقطف قصيدته من شجر الأيام بين الصور حيث ولد، ومقهاه المفضل في بيروت حيث يكتب، وشارع الحمراء حيث يتصفح الطرقات بالأقدام، رحلة لا تختصر فقط بما سمي بالشعر الوطني الذي كان له فيه دواوين عديدة، منذ عناوين سريعة لوطن مقتول، إنما تتعداه إلى مواضيع كثيرة اختصرت ذاكرة جيل كامل. إلا أن الشاعر لم يتناول الأحداث السياسية والاجتماعية بطريقة تاريخية، بل بحث دائماً عن مدلولاتها ورمزيتها. أحب أن أتوقف هنا كمثال عند قصيدة دير قانون النهر، التي تحمل روح الجنوب قبل الاحتلال. في هذه القصيدة، حيث الليطاني هو تكثف طيور تشيع موتاها بدموع صافية، وفلاحون بنوا بيوتا من قصب وقصائد، هذا النهر الذي سيفيض ذات كانون كقطيع من ذئاب في صورة تعبر عن الاجتياح الهادف إلى محو بساطة عيش هؤلاء الفلاحين الذين يقدمون القرابين كي يعود النهر إلى طبيعته. هكذا روى الشاعر القصة كاملة في قصيدة واحدة، قصة احتلال ومقاومة أهلية وانتصار. فلا غلو إذن في كونه أحد أبرز شعراء الجنوب وأصواته الإنسانية قبل السياسية. وعلى الرغم من كونه أحد الشعراء الذين شكلوا ذاكرتنا الوطنية الجماعية، إلا أنه لم يحصر نفسه في القضايا العامة، وانطلق إلى أفق الشعر الواسع بعد فترة انقطاع قصيرة. هكذا كتب همومه الوجودية ورؤيته للحب والمرأة والزمن، متبعاً سهماً غير مرئي كما يقول. وبالحديث عن المرأة، أتوقف هنا عند نساء الشاعر الخمس: المرأة المرآة، المرأة القصيدة، المرأة العنقاء، المرأة الأفعى، والمرأة النهر. في هذه الشخصيات الخمس لخص الشاعر نظرته للأنثى الفكرة التي تنتهي دائماً إلى سراب. فالحبيبة تؤكد دائماً استحالة النساء، وتحيل الشاعر إلى حب هذه الاستحالة المسافة أكثر من المرأة نفسها. في تأملاته الوجودية استلهم الشاعر الموروث الديني ليبث فيه روح القصيدة، كما في قمصان يوسف، حيث يتحدث عن قميص التجربة: لا تصدق جمالك، بل غص نحو وحل الحقيقة. قميص الشهوة أعدو وراء جمالي، ويعدو ورائي نباح الدماء المخيف. ثم قميص الرؤية: ستبصر أشياء لم ترها العين. أو في قصيدة مريم، حيث يتأنث الشاعر ليتحدث عن مريم التي بداخله،
تنأى الوساوس بي وتودعنا السماء رفاة نطفتها وتنكرني الغيوم. تجربة شوقي بزيع شهدت مراحل وتحولات، لكنه ظل أميناً لمنبعين لا ينضبان، الأنوثة والريف. أنيق بربطة عنق، لكن مهلاً. المظاهر خداعة، والوهلة الأولى لا تكفي لسبر أغوار شاعر مثله. هذه القيافة التي لا يقوى عليها إلا مبدع، تخفي وراءها صعلوكا حالما ومراوغا ينصب فخاخه لقرائه عند كل مفترق. شوقي بزيع شاعر إن ألقى عصاه صارت قصيدة تسعى، تسعى تحت الجلد وفي نسغ العظام. وللتذكير ببعض محطات مسيرته الحافلة، فقد عمل في التدريس خلال الثمانينيات، ثم رأس تحرير القسم الثقافي في جريدة السفير في العام 1992، أعد برامج إذاعية وساهم بقصائده في التحفيز على الصمود إبان الحصار الإسرائيلي لبيروت في العام 1982. له مساهمات كثيرة في أبرز الصحف العربية، والأهم من هذا كله دواوينه الشعرية 18 وكتاباه النفريان. نال جائزة وبردة عقاد للشعر العربي سنة 2010، وجائزة سلطان العويس في العام 2017، وسام كمال جنبلاط 2010، ووسام فلسطين سنة 2017. سعداء اليوم بتكريمك أستاذ شوقي، المنبر لكم. مساء الخير، مساء الحب والفرح والشعر الحلال في هذه الأمسية النادرة، في هذه الكوكبة من الوجوه التي قل نظيرها. يقال في الأمثال الشعبية بأن الأجر على قدر المشقة، وعندما قطعت هذا الكم الهائل من الكيلومترات وتكبدت عناء القدوم إلى أمريكا، فكرت أولاً أو انتابني أولاً شعور ما بالندم، هل هناك ما يستحق كل هذا الجهد؟ ولكن عندما وصلت ومنذ اللحظة الأولى أدركت أنني أمام تجربة نادرة ومغامرة نادرة، وأن أسلاف الذين وفدوا إلى هذا البلد منذ أكثر من 200 عام وحتى اليوم لم يفعلوا ذلك بمحض الصدفة، ولكنهم سبقوني إلى واحدة من أهم المغامرات التي تستحق العناء. وأبعد من العمل السياسي والإدارات السياسية وأنظمة الحكم، أمريكا الحقيقية موجودة في هذه الوجوه. أمريكا الحقيقية هي الحلم الذي ينبغي أن ندفعه إلى حده الأقصى، كما يقول أوكتافيو باث المفكر المكسيكي، كل مغامر خلاق، كل مبدع هو كريستوفر كولومبوس، وكل حلم يتوق إلى تحقيقه هو أمريكا، سواء كان عملاً أو قصيدة أو امرأة جميلة كما هو الحال الآن. شكراً جزيلاً للجميع، شكراً للندوة جمعية الفكر الحر
برمزية أستاذها الأستاذ عون جابر وسائر الأصدقاء. شكراً للمتحف الأمريكي ومديرته الدكتورة ديانا أبو علي، للأستاذ حسن جابر، وهل كنا معنا اليوم في جولة رائعة ومؤثرة. ولو كانت لي ملكة الرواية فعلاً لكنت اقتطفت من هذه الجولة أكثر من عمل روائي سردي. شكراً لسعادة القنصل سوزان ياسين كما أعتقد، لصديق السفير الصديق العمر الأستاذ علي عجمي، شكراً لزينب عساف الشاعرة المتميزة حضوراً وألقاً ولغة على تقديمها الرائع. شكراً لكم جميعاً. صديقي في الخلف بوميديان الساحل الذي أتى من كندا وأوهمني أنه قطع آلاف الكيلومترات للوصول إليه، ثم اكتشفت بأنه لم يقطع سوى نهر بعرض 30 مترا. بوميديان أحييك. وأحيي قريتي زبقين من خلال صديقي أيضا علي بزيع الذي تربينا معا منذ الطفولة. وكانت تذهب الأمسية في التحيات، وكلكم يستحق التحية. سأبدأ بقصيدة بعنوان الشاعر، وهي بمثابة تحية إلى الشعراء الموتى على وجه الخصوص. دائما دائما يكتب ما يجهله، دائما يتبع سهما غير مرئي ونهرا لا يرى أوله، هائما في كل واد ينهر الأشباح كالماعز عن أقبية الروح، وكالساحر يلقي أينما حل عصا الشك ليمحو بعضه بعضا، مقيم أبدا في شبهة البيت ولا بيت له، كلما هم بأن يوضح يزداد غموضا، وبأن يفصح يزداد التباسا، والذي يكتبه يحجبه، هو يدري أن بعض الظن إثم ولذا يومئ للمعنى ولا يقربه. يدعي الشاعر أن الشعر ذئب، فيقول الناس إن هو إلا شاعر، والشعر أضغاث رؤى خادعة أعذبه أكذبه، لم يصدق أحد ما زعم الشاعر، لم ينتبه الناس إلى الموت الذي ينهش في هيئة ذئب جسمه الرث لكي يستخرج المعنى الذي في قلبه. الناس نيام، فإذا الشاعر مات انتبهوا. بالمناسبة اعذروني للتأخر في انتقاء القصائد، لأنه دائما في كل مرة أختار القصائد التي يتوجب إلقاؤها على المنصة، يعني بستوحي من وجوه الحضور بشوف شو المناسب على طريقة لكل مقام مقال. قصيدة بعنوان حنين، وهي على اسم ابنتي، ولكن ليست لها المرأة القصيدة. في ذلك الركن القصي، في ذلك الركن القصي من الكتابة، حيث أفشل في تعقب فكرة هربت من الإيقاع، يحدث فجأة أن تدخل امرأة إلى المقهى وتجلس باتجاه البحر منعكسا على المرآة، كان جمالها ينحل في الصمت المحايد بيننا كمراكب منهوبة الأحزان، لم تتجشم التحديق
في أحد من الجلساء، لم تلحظ خلو يدي من الكلمات، بل فتحت كتابا كان يرقد في حقيبتها وغامت في تضاعيف الكتاب. في ذلك الركن القصي من الكتابة راح يعصف بي حنين جارف للقفز فوق وجودي الفاني، لتمكيني المجاز من التطلع نحو مصدره وتنقية الجمال من التراب. متأملا في وجهها، في اللامبالاة التي تعلو التفاتته إلى الأشياء، كدت أرى مجرات الظلال لضوئه العاري، النعاس كما لو أنه متنكرا في هيئة امرأة يجرد جسمها الشفاف من جريانه تحت الثياب. لكنني متأخرا أدركت أني لم أكن أرنو إلى أحد، فلامرأة هناك سوى ما يستحيل بقوة التحديق صورة ما نحب. لذا وقد امتحنت بدون جدوى خيبة الكلمات، غادرت المكان كعادتي في مثل ذاك الوقت كي تأتي القصيدة في غيابي. في من بنت جبيل بالقاعة؟ أنا عارف. طيب سننتقل ونحن أنا بحيي أهل بنت جبيل، وبعرف أنا إنه يعني هذه الأمسية لم تكن لتكتمل من دون حضورهم الرائع والمتميز. في كل الحالات سأحيي هؤلاء جميعا، ونحن على بعد أيام من ذكرى تحرير الجنوب اللبناني بقصيدة كتبتها إثر التحرير مباشرة عن صديق جميل ومتميز يذكره البعض منكم، اسمه عبد الأمير عبد الله. هذا الساحر الظريف صاحب النكتة اللماحة والدعابة الرائعة ومحب الحياة، حين سمع أن الجنوب تحرر وبدأت الأهازيج تتناهى إلى سمعه وهو تحت التراب في روضة الشهيدين، قرر أن يعود ليدفن ثانية في بنت جبيل، ومشى مع الموكب الزاحف نحو الجنوب. عبد الأمير عبد الله يعود إلى بنت جبيل. أمور. بالضبط. لم يشتبه دمهم علي، ولا صدى خطواتهم في ليل مثواي الأخير. ما كان لي وأنا نزيل القبر غير حطام أيام مجففة على العشب الضرير، وفتات قهقهة تخثر دمعها مثل الخضاب على أكف الموت، لكني سمعت الصوت يخفق مثل نسر في الفراغ المحض. يا عبد الأمير، ما كنت حيا كي أصدق أنني حي، ولا أهداب للموتى لأحلم أو فضاء لكي أطير، لكن صوتا من وراء السور راح يشرع الأبواب بين الضفتين ويختفي للتو، حيث تنشقت عيناي من خلل الدخان شميم أيديهم، وفوح شقائق النعمان في قمصان نومهم الجريح على الحصى المغدور. يا عبد الأمير، وسمعت زغردة من الأعلى كما لو أنها ضحكات نسوتهم ترن على امتداد الأرض، أو صوت ارتطام جرارهن بنجمة في عين عيناتا، فقلت لعلني أهذي بما يهذي به الأحياء في الحمى، ولكني سمعت الصوت كان يدور من حول الضريح كأنه أفعى
ويعصف بالقبور وما تلقف جوفها الوحشي من رمم وأتربة. وشبه لي بأن يدا تمد إلي راحتها وترفعني على عجل، فقلت هي القيامة، واتكأت على عصا الحلم الذي من فك يصعد بي كزلزلة إلى قمم اليقين. ورأيت فيما لا يرى الراؤون أعراساً تخاطفت الجرود بياضها الصافي. رأيت يدي شموس لا تمس تدق أبواباً مهجرة البيوت، وقد تناثر فجرها مثل الأرز على رؤوس العائدين. لم يشتبه دمهم علي ولم يدل على ملامحهم دليل غير ما روت الأغاني عن وفاء عروقهم بعهودها للنبع، أو ما سال من ظمأ الظهيرة فوق غصتهم وما حفر السجود على الجبين. ماء وطين هو كل حصتهم من الدنيا التي حملوا جنازتها على أكتافهم وتربعوا كالأنبياء على العصور. يمشون في فجر يفوق الوصف نحو الانتصار، وخلفهم تمشي المآذن والقرى الزرقاء والرايات والآيات والغضب المرابط في الصدور. لا نبض في الوديان إلا واستفاق على تلفت ريحهم صوب الجنوب، ولا دعاء مقعد إلا وجر بخوره المشلول نحو طبول شمسهم المضاءة بالتمائم والنذور. من كل حدب أقبلوا فقراء أو غرباء مكفوفين أو صما يحيق بهم غروب ضفائر الأمواج في صيد القديمة، والمساء الأرجواني المرقة فوق زرقة بحر صور. هذا أنا عبد الأمير الحي والمنسي في قبر المؤقت، أستطيع الآن أن أعدو على العشب المحرر، أن أطير إلى الذرة الأولى لأسمع من علو شاهق خفقان أجنحة الطفولة في النسيم، وأن أصيخ إلى انقضاض الرعد من حرمون نحو سفوح وادي التيم، أن أشتم صوت تنفس النعناع في الظلم السحيقة، أن ألوح للسماوات الرشيقة بالحنين، وأن أشذب ما تيبس من فروع التين في مرج الخيام. هي ذي بلادي ملء عين القلب ترفل في حناجر مقرئيها الواقفين على الصباح كأنهم شعراؤها المرضون أو أصداؤها. هو ذا ترقرق مائها في السهل تلميذاتها بالأزرق النيلي يستشرفن تحت الشمس رمان المراهقة الخجول، وصفرة القمح التي تأتم بالشهداء وهي تتم ركعتها وتلمع كاليمام. هي ذي رثائيات زينب في أعالي الروح سقف نواحها المطلي بالحناء، حمالات صدر الأرض في وادي الحجير، والعطش الحسيني المعتق في خواب الدمع، والفجر المعلق في دبابيس الغمام. أمشي ومن خلفي زحام الحشد والولد الجنوبي الذي ترك الحقيبة فوق مقعده الكسول وفر من صف الهواء الصعب يقفز من أمامي. لم تبق إلا خطوة لأضم كالشفق الجريح هواءها المبحوح، وانكشفت أخيرا من أناظري الخفيض كأنني موسى يطل من الجبال على أريحة ثم يسقط قبل نفخ الصور مغشيا على رؤياه. أشهد أنني أبصرتها بالعين، أني جبت ثانية أزقة سوقها الشعبي
والأرق المرفرف فوق قوس النصر، والخشب المخلع في نوافذها العتيقة، والصباحات الطرية. يا إلهي، لم تكن لتعيدني في صورة أبهى إلى دنياك، أو لتحمل اللغة الكسيحة ما يفيض عن الكلام. الآن يمكن أن أموت كما أريد، وأن أنام كما أريد، وأن ترد علي بنت جبيل ثوب ترابها الأشهى وأودعها عظامي. قصيدي بعنوان متحف الشمع، وهي قصيدة قصيرة من وحي زيارة إلى متحف الشمع في جبيل. بعتقد في متاحف للشمع كمان كثيرة بأمريكا، فاستوحيت من زيارة متحف الشمع قصيدة وأحلت إحالة أخرى تماما، هي التالية: متحف الشمع، حين تشرق شمس الملوك تذوب الشموع التي تشبه الناس، والأرض ترفع، والأرض ترفع، أو من الأول خلينا حتى مرة واحدة: حين تشرق شمس الملوك تذوب الشموع التي تشبه الناس، والأرض ترفع نحو الطغاة على طبق من دموع، ليقتسم الخلق أحزانهم في سكوك. وإذ تغرب الشمس يحدث في الأرض ما يشبه الانقلاب، تصير الشموع ملوكا لها نفس أشكال أسلافها، ويذوب الملوك. قصيدة من ديوان صراخ الأشجار، وهذا الديوان كتبته عن الشجر الذي أحاط بطفولتي في الجنوب، ولعله مشترك بيننا جميعا. كتبت عن كل ما أحاط بي من شجر، من بينها الزنزلخة والسنديان والخروب واللوز والبابونج والطيون والأعشاب وغير ذلك. سأختار قصيدة من القصائد على سبيل كنموذج من هذا الديوان، الذي هو احتفاء بأشجار الجنوب، اللي هي ليست أقل يعني صموداً من أهليه. قصيدة بعنوان الخروب. تعرف الخروب؟ في حدا منكم؟ وإلا لازم كنا نعرض على الشاشة كوسيلة إيضاح ثمار الخروب، يعني اللي هي مقوسة وسوداء. طيب، إذن قصيدة أو أسطورة متخيلة من وحي شجرة الخروب. ذات سماء ما، ذات سماء ما زرقاء ويانعة، كانت تتدفق موسيقى الأكوان على الأكوان، ولم تكن الأشجار سوى ريح خالصة الخيبة نائمة في ناي مثقوب. ذات سماء ما كان هلالان شقيقان يطلان على الأرض من الأعلى، ويضيئان معا شروفات دامعة الأهداب، وأودية بيضاء، وأسمال بيوت، ودخان حروب. لم يحدث عبر الأزمان أن افترقا، بل طفيقا يثبان كجديين معا بين الأيام، معا رضيعا من نهد الشمس حليبة أمومتها الصافي، ومعا كانا يبتاعان غيوما من أسواق الغيم السوداء لتستر عريهما الفضي وأوشاما وندوب. لكن في أحد الأسحار تصدت لهما
نجمة صبح خضراء وهوجاء الفتنة، مضرمة تحت حرير جمالهما الرائق، عاصفة من شهوات حمر وصياط براقين ولسع ذنوب. ذات سماء ما كان هلالان شقيقان يسلان سيوفا تسقلها الغيرة بينهما بالأنياب فيقتتلان كما لا يفعل أعتى الأعداء. اقتتلا كغزالين على نبع، واقتتلا كغرابين على رمشين يفيضان سوادا، وكعودين على وتر منهوب، وككأسين من الدمع اقتتلا حتى انكشفت من حولهما قيعان الأفلاك، وحتى انجلت الحرب عن الغالب والمغلوب. ذات سماء ما كان هلال يبيض ككفل المهر بعيد غروب الشمس، ويصبح مذ فاز بنجمته بدرا مكتمل الطلعة محمولا فوق سماء من شغف مشبوب، فيما راح الآخر يهبط نحو الأرض لكي يتقوس كالقرن اليابس عريان وأسود في شجر الخروب. تعديل طفيف، هذه القصيدة مكتوبة عن راعي ماعز في قريتي في الجنوب اللبناني زبقين، اسمه حسين طعمي، عاش 70 عاما بالتمام والكمال ولم يغادر الأرض على الإطلاق، ما كان عنده أي مبرر لمغادرة الأرض، فأصبح مموى، وأذكر أنه جلده كان بلون التراب تماما، كان يحمل الجمرة من الموقد لكي يشعل فتحة التبغ من دون أن يتأثر، لأنه شو بقوله دايم كالكليم بالفصحى يعني. حسين طعمي خرج مرة واحدة من القرية إلى الحج لكي يحج إلى بيت الله الحرام، وفي الحج هناك بعد إكمال مناسك الحج والذهاب إلى المدينة أضاعوا أهل القرية ولم يعثروا عليه. بعد شهر يأسوا تماما من عودته واعتبروه قد مات، وأقاموا له جنازا أو جنازة وحفل تأبين. وإذ بعد شهر من هذه الحادثة تتصل شرطة المدينة المنورة وتقول أنهم عثروا على الراعي حسين طعمي لاحق شلعة معزة لضواحي المدينة كانت نقطة ضعف المعزة، كل واحدة من نقطة ضعف الحياة. هذا الجانب هو طبعاً الجانب المضحك، ولكن المبكي في الأمر أنه بعد شهور من هذه الحادثة تقصف قوات الإسرائيلية باتجاه القرية باتجاه زبقين، يهرب الكثيرون طبعاً من المثقفين والمناضلين وحملة الشعارات يعني، فيبقى حسين طعمي منتصباً قبالة الفلسطين المحتلة، وضيعتنا تقريباً يعني على تقع على تلي موازي لمواجهة لشمال فلسطين، فتقع القذيفة على رأس حسين طعمي ويستشهد. القصيدة تقول ما يحدث. تعديل طفيف. غامضا كان وحيدا يرهف السمع لأقصى عشبة تسقط عن ظهر الينابيع، ويصغي لأنين القصب المفتوم عن ثدي الهواء. لم يكن يذكر من أعوامه 70 إلا المسربة الضيقة بين البيت والتابوت. لم يبحث عن الأفكار في القاموس، بل يستولد الأزهار من كم الفضاء، ويواري ما تصب الشمس في معطفه الرف من الألوان كي لا يدعيها الشعراء. لم يكن يقرأ أو يستقرئ الأشياء، بل كان يسميها لكي تدخل قبل الاسم في خامتها الأولى، كأن يذهب للإعصار في منبعه، أو يقطف الريح عن الأشجار، أو يعتصر الغيم الذي يعبر كي يشرب، أو يكسر قرص الشمس
كي يسكبه في فمه خبزا وماء. كان موصولا إلى الأرض بخيط ثابت، تجري فيجري وتغني فيغني، يستظلان بنفس الشجر الداكن في الصيف، ولا يفصله عن ظهرها إلا الحذاء. فجأة باغته القصف وأحنى جذعه الواقف قوس من دماء، غير أن اللوز لم يذبل، وظل النهر في مجراه كالمعتاد، والزيتون في غفوته الجذلة على صدر الخريف. حين مات انتبه الرجل الغامض، لم يحدث له أن مات من قبل، ولكن لم يفاجئ دمه الموت الأليف، فهو لم يسقط سوى مترين عن منسوبه العادي، لم يطرأ على قامته ما يدعيه الموت من فرق، ولم يختلف المشهد عن سابقه غير هبوط اضطراري إلى الأرض وتعديل طفيف. الزهايمر يعني عم ننوح، الله ينجينا. وهذه القصيدة بالحقيقة يمكن قد تكون شعراً أول ما كتب عن الزهايمر، لا أذكر أنه كتب، وهذا طبعاً ليس يعني مديحاً ولكن توصيفاً للواقع، لأنه موضوع صعب على الشعر. هناك رواية لغازة القصيبي عن الزهايمر، بس الحقيقة ما كنت قادر أكتب عن هذا المرض بعد أنه أصيب في عدد من أصدقائي ومعارفي، وخاصة أنه لم أكن أعرف بالسابق يعني السابق عن إصابتهم. فشخص سلم علي عادي على أساس يجاوبني أجوبة طبيعية، يعني أنا أحكي بالشرق وهو بالغرب، ما حدا عارف شو عم بصير. فمن وحي هذا الحوار السوريالي مع مصاب أو مصابين بالألزهايمر طلع معي هذه القصيدة. في شارع الحمراء حيث اعتدت أن أتصفح الطرقات بالأقدام بين البيت والمقهى، التقيت به وكان زميل دراستي زمن الطفولة، قبل أن ترمي مصائرنا بنا كلا إلى قدر. وإذ صافحته بحرارة لم يكترث، بل مد لي بتوجس يده وحدق بي مليا، ثم تمتم من وفتش عن ذبالة صورتي في جيب عتمته فلم يفلح، كما لو أن وجهي محض سوء تفاهم بين الشكوك وبينه، حتى إذا غشيته صحوته أخيرا صاح مبتهجا: عرفت، أين أنت اليوم؟ هل ما زلت تعمل بالزراعة؟ هل تتذكر الماضي الذي انقطعت أواصره البعيدة منذ كنت مربيا للنحل في ذاك الزمان الناضر؟ كيف غفلت عنك؟ أظن إن لم أخطئ التخمين أن خلية النحل التي قصرت في إطعامها عمدا تخاطفها سواك، وربما انقرضت أخيرا. قلت: لكني، ولم أكمل، فقاطعني وقال: لربما اختلطت علي الذكريات. فقلت: دعنا يا صديقي من حديث النحل، فهو مخاتل شأن الجميع، وهذه الأشياء تحدث غالبا. فأجابني في مثل هذا العمر لا تأمن إلى أحد، وقال كمن يحدث نفسه: حتى الكلاب تخون صاحبها. ولكن ما لنا ولهذه الأفكار؟ قلت، ثم أضفت: تبدو متعبا، أتعيش وحدك أم لديك رفيقة ترعاك؟ قال كمن يصوب نحو فكرته ويفشل في تصيدها: بلى، لكنها شأن النساء جميعهن، لأتفه الأسباب تنهرني كما لو أنني طفل. وتابع واجما: هي لا تحرك ساكنا في وجه قطتها التي تتحين الوقت الملائم لافتراسي، كيف أفلت من براثنها؟ فهذا القطة الشمطاء ما تنفك يوميا تمدد جسمها كالنمر في الممشى وترمقني مكشرة بنظرتها اللدودة. قلت: لكن لم تحدثني عن الأولاد. قال: تفرقوا في الأرض. ثم أضاف: حتى الملح يفسد هذه الأيام. لكن مما تعتاشان؟ قلت. فقال: هل تدري بأني في مراهقتي صبوت إلى امتهان الرسم؟
لكن الحياة تبخرت ألوانها، فاخترت تعليم الرياضيات في إحدى المدارس قبل أن ماذا سألت؟ فقال أن يتكالب الشعراء ضد نباهتي في النظم. ثم عملت فيما بعد بحارا، ولكن الرياح كثيرة الشكوى كعادتها، ولم تعد المياه كما عهدت تثير شهية الأسماك للإبحار صيفا. ثم خبأ دمعة في كمه ورنى كمن يرنو إلى فضلات مأدبة تقادم عهدها نحو الغيوم، وقال لي: من أنت؟ قلت: رفيق أيام الطفولة. قال: تخونني الأسماء فاعذرني. وأبصر طائرا بالكاد يسعفه توازنه على سلك، فقال: كم الحياة ثقيلة، ولذا الطيور تظل في الأعلى. وفيما يشبه الدوران حول النفس، خيل لي بأن يديه تتخذان وضع حمامة بيضاء موشكة على الطيران. ثم أضاف منتشيا: أتذكر كم من المرات طاردنا فراشات الحقول معا، وأحصينا النجوم على أصابعنا، وساهرنا المواقد قبل أن تغفو؟ أتذكر؟ قلت: أذكر. قال: أبي مريض بالسحايا، غير أني لم أزره لكثرة الأشغال. قلت: كنت أظن أن أباك مات. فقال: مات؟ أظنه ما زال حيا. ثم حاول أن يهاتفه فلم يفلح، وتابع ذاهلا، هو طاعن في السن، لكن الزمان أصابه وهو العجوز بآفة النسيان. ثم كما تذكر فجأة أمرا خطيرا قال: فات الوقت. قلت: عم؟ فقال: على معاينة الطبيب. وراح ينظر نحو ساعته، ولكن ما اسمه؟ أتظنه ترك العيادة؟ قال لي متأففا وأضاف: في أي الأماكن نحن؟ كيف سهوت؟ لكن كيف يمكنني العثور على العيادة؟ هل تساعدني؟ وأردف قائلا: من أنت؟ واتخذت ملامح وجهه شكلا نباتيا، كما لو أن ثقبا في الزمان تسربت منه الحياة ورده نحو الجذور الأم كي ينمو مع الأشجار ثانية. وحين مضى التفت إلى الوراء لكي أراه، فلم أجد له أثرا. وقام الله بالمرحلة الثانية تقريبا، مش المرحلة الأخيرة كمان، داير قانون النهر. مين في من دار قانون؟ ما في حدا؟ كلنا من دار قانون. يلا على كل حال، إن شاء الله إنه نحكي عن قراكم لاحقا، بس عملوا لي أحد أسماء القرى إذا شاعرية شوي. دار قانون النهر قرية في الجنوب اللبناني، الحقيقة مثل كل القرى طبعا قدمت تضحيات وشهداء وغيره، ولكن ما لفتني في هذه القرية هو إشارة من السيدة فيروز إلى الشاعر الراحل جوزيف حرب، وكان يكتب طبعاً أغنيات كثيرة لفيروز. وفي تلك الأيام حين لم يكن أهل الجنوب بعد قد يحصلوا من العلم ما ينبغي تحصيله، ولم تتغير بهم الأزمنة نحو الأفضل يعني طبعاً، كانت بنت تعمل في خدمة فيروز صانعة، فسألتها: أنت منين؟ قالت لها: أنا من دير قانون النهر. فيقول جوزيف حرب أنه ذهلت فيروز، قالت له: كيف هذا الاسم؟ وهل فيك تكتب لي قصيدة لغنيها عن هذا الاسم؟ كيف دير لقانون النهر؟ دير قانون النهر. مات جوزيف حرب ولم يكتب القصيدة، فأكملتها عنه، أو تخيلته يكتب هذه القصيدة: دير قانون النهر. في زمن كانت فيه الأرض سديما والساعة صفر، لم يكن الناس سوى أسماك تتضاعف في مرآة الدهر، وطيور تتكرر في مجرى لا ماء به، وتشيع موتاها بدموع صافية ظلت تتعاظم حتى صارت نهر. وجرى النهر إلى البحر، والناس إلى القبر، وجرت أعمار الناس
وإيدا في النسيان، تفتحهم عند طلوع الشمس رياح واحدة ما تلبث أن تغمضهم عند نهايات العمر. ذات صباح من كانون أصيب النهر بشيء كالمس، وأحس بأن البحر يناديه فراح يضاعف سرعته، وأحس بأن ذئابا تفلت من أقبية الريح لكي تفقأ عينيه، فغادر مجراه وأنشب في عنق الفلاحين مخالبه الخضراء، ودق بفأس دامية أعناق الزهر. يا ليطاني، صرخ القرويون المذعورون بأصوات راحت تتعهدها الوديان برمتها، طاني طاني طاني، أرجع غرقانا من جوف السيل. كانت ألسنة تتجمع في حنجرة الغرقى وتدق كمطرقة جدران الليل. يا ليطاني طاني طاني طاني. ورمى الناس خواتمهم في الماء، رموا طرحات عرائسهم وأساورهم ومفاتيح منازلهم، ورموا قمح الأعمار وأرغفة القهر، ورموا ما اختزنوه من الذهب المتوارث مهرا للنهر. بعد شهور كان النهر يعاود سيرته الأولى شفافا كدموع العذراء وأزرق مثل نجوم الظهر. لن يغضب ثانية أقسم، لكن الناس لكي تصبح للوعد مناعته نقشوا أحرفه المائية فوق الصخر، وبنوا في نفس مكان القرية ديرا كي يحرس قانون النهر. راس العين مين من راس العين؟ ان شاء الله بيجي وقتها، كل شيء بوقته. كل امرأة احبها، هي قصيدة صغيرة بعنوان مسافة. كل امرأة احبها، وفي عمم انا بالنيابة عنكم نحبها، تؤكد استحالة النساء، فكلما مشيت خطوة على طريق روحها أعود خطوتين للوراء، وكلما طوقت خصرها بساعدي تراجعت إلى الخرافة، كأن ما أحب ليس امرأة بعينها بل المسافة. مقطع أيضا من قصيدة حب. البيوت التي لا تكونين فيها تضيق بجدرانها الموحشة، الثياب التي ترتدين سواها تئن من البرد، والكلمات التي لا تقولينها تتجمع مثل الأرامل حول ضريح اللغة. ينبغي أن تغيبي لكي تفضحي وحشتي، ينبغي أن يضمك شخص سواي لكي تدركي كم أحبك. صدق على فكرة، صدق يعني حياة الواحد ما يقدم تعهدات من هالنوع. شاعر حلال. تشكيل كمان قصيدة حب إلى سهل حوران، أو في سهل حوران مثل ما بدكن. غيم وشباكان من مطر، وخمس أصابع في الريح، وامرأة وسهل. لا نسر يأتي كي يذهب حزنها مثل الضفيرة في المساء، ولا حمام في فضاء نواحها الأبدي يعلو. في ثغرها يرتاح نيسانان من قبل، وتنعس تحت جفنيها قبائل من سيوف لا تسل. مرفوعة فوق الرماح كراية، ومضاءة بجنونها كتميمة شعثاء في عنق الجبال، وما لها في الريح شكل. يبكي شمال جمالها وتران من ظمأ الجنوب،
ويهرق الليمون صفرته على دمها المحنى بالأهلة، ثم يشطرها إلى فرسين حقل غيم وشباكان، وامرأة تمد رموشها قمحا على الصحراء، والصحراء كحل لم يبق من صفصافها إلا القليل، ومن مفاتنها سوى ليلين في أهدابها يتذابحان على غراب فوق بر الشام، يمعن في السواد ويضمحل. هي ليست امرأة تماما، بل غمام راقد بنخيله في هيئة امرأة، تكرر وجهها شمس وظل. يا سهل حوران المطرزة بالحرائق والثريات الصغيرة، لي وراء جبالك السوداء مرآة وأقمار تهل. لو كان لي يا سهل حوران اتساعك لاتكأت على حنيني، وانتظرت على شبابيك النساء لعل نافذة على قلبي تدل. صوتها ضمة برق فوق نيسان. لمين؟ مش لنجوى كرم أكيد، على بوصلورة طبعا بهالأيام وسائل الإعلام. مين المقصود؟ ولا هيفا وهبي وصلت وخلص. صوتها ضمة برق فوق نيسان. فيروز. إلى فيروز. ليس صوتا، ليس صوتا، بل نهار مشمس بين شتاءين، وأنصاف بحيرات وشلال خواتم. هو ما يجعلنا نبكي على ما لم يضع بعد، وما يجعل من قطعة موسيقى أكاليل زهور وشموعا ومآتم. كل من ساب تراءت في مدى الأفق شبابيك فلسطين، وأشجار معرات وخيطان من النسيان ترفو ما تبقى من حرير الأندلس، لتغني ينبغي أن نوقظ الموتى من النوم، وأن نرفق وأن نطلق سهما من عصافير على الشمس، وأن نرفق بالفجر تراتيل وأعيادا جديدة. لتغني ينبغي أن يحكم الأزرق في الأرض، مع أنه طيار المستقبل فكر هو المقصود لأنه هلأ كل الألوان لها أحزابها. لتغني ينبغي أن يحكم الأزرق في الأرض، وأن نشتق من مملكة الآلام 20 مسيحا وقيامات وأطفالا ينامون على شرفة أحاد بعيدة. لتغني ينبغي أن يهطل الثلج على قرميد بيروت، وأن نعتصر الأجراس من ثدي الكنائس. أي فجر يجعل العالم نهرا من أناجيل وذكرى شهريارات وترجيع غناء، لكأن الشرق إذ تنشد مهد أبدي الموج محمول على قطرة ماء. صوتها الأشجار منظورا إليها من قطار هارب كالعمر، والأرض محلوما بها من كوكب أعمى يغني دونما نهر على درب السماء. صوتها العشب الذي يوطأ بالأرواح، والماء الذي يرشح من حزن التماثيل، ومما يتبقى من سهاد النيل في جفن المقطم. صوتها ضمة برق فوق نيسان، بقايا فرس تصهل في مذبحة مرت، وغيم أحمر الأزهار يهمي كمراثي زينب فوق محرم. صوتها هندسة اللون، خطوط تنحني في قبة الصخرة كيما تلمس الروح، ومعمودية أخرى لأردن الطفولات التي تقطر من أهداب مريم. صوتها شعب من القتلى، وكف امرأة واقفة في القرنة السوداء كي ترثي بلادا سقطت في بحر دم. صوتها شعب من القتلى، صوتها هبة رمان على صيدا، وسيف أرجواني على صور،
وشمس أجهشت فوق مخيم صوتها طيف نبي جن في بردته الوحي وفاضت روحه نخلا وجنات فلما أنشدت صلى على الدنيا وسلم. قصيدي ما قبل الأخيرة مقطعين من قصيدة الصوت وهي مهداة إلى بلال فحص وشهداء المقاومتين الوطنية والإسلامية. مقاطع منها قصيدة طويلة ولكن هذه أثيرة إلى قلبي لما تمثله من رمزية عالية. صوت يناديني، تعرف أن خطيبة بلال اسمه فاطمة لذلك يورد اسمه بل. صوت يناديني فأصعده على حبل الوريد، صوت يصوبني إليه كأنه أجراس فاطمة تشيع تحت بدر كامل جسد الوحيد. كم صعب علي غناؤها في وعر هذا الليل وهي تقض ظلمته وتصرخ يا بلال سرقوك مني، رد لي عيني كي أرثيك يا قمر البعيد. إن شح زيت العمر من سيضيء بعدك ليلي الدامي، ومن سيضم خصري حين يعلن وقته دمك الشهيد. فانهض إلي على سلالم عمرك المقصوف واحملني إلى شجر يعرش في كروم يديك، خذني إليك تقول فاطمة وأسمعها تناديني على قوس المدى. ما في حدا لا موج يوصل بين أودية الصدى، ذهبوا وجسمك وحده حطب الحروب القادمة. لا بأس يا زمني، سأشعل تحت هذا الرأس زيت عزيمة المغلي ثم أصبه نارا على كفني وأرفعها على قمم العصور المظلمة وأدكها من أصلها كرمى لصرخة فاطمة. صوت يناديني أأتركه وأرحل مثل شاحنة على طرق الشمال؟ إن جاءت جذوع السنديان تريد ماء من ضلوعي هل أخيبها؟ إذا استلقت على صدري صنوبرة أأسندها إلى صدر العدو؟ أو خرجت إلي الأرض عارية أألبسها قميص الاحتلال وأغض جفني عن تصدعها على شفق الزوال؟ قم يا بلال أقوم، تقرع في دمي أصوات من لم يولدوا ورياح موتا غابرين تئن في صدري. الجنوب يموج من حولي بآلاف القبور، الأمهات الواقفات على ركام بيوتهن يصحن بي أقدم مزاريب البيوت، وصوت فاطمة البعيدة لا يكف عن السؤال. قم يا بلال فأقوم نحو الموت، تصحبني بيارق وابتهالات وتتبعني الجبال. من أنت يا جسدا يلاطم بعضه فوق التلال؟ من أنت؟ كل نساء عاملة خرجنا على صهيل جواده الدامي وشيعه الرجال. يمضي وعيناه على الريحان مطبقتان تتصلان بالشجر العظيم لغابة الأسلاف، نهرا حنطة كفاه والزيتون يتبعه وزهر البرتقال. خذني معك، نادته دالية تعرش في ضواحي روحه وتوسلته مسارب القطعان في الوديان صارخة بأعلى صوتها. خذنا معك، يا ليتنا كنا غبارا في صباح أطلعك. يا ليتنا، يا ليتنا كنا غبارا في صباح أطلعك. يا ليتنا كنا معك لنبايعك ملكا على عرش الحصى ولنم عن أهدابك العمياء عبادا أضاع الشمس لما ضيعت. تتلاطم
أصوات في صدر الفتى وغراب جثته يصفق فوق أجنحة التراب كأنه أمم تجدف منذ عاشوراء في نهر الشهادة نوح أزمنة دفينة وعلى نشيج طبوله يتقدم الجسد السفينة خذنا معك لم تبق حبة حنطة إلا وأهدته انتفاضة ريحها لم يبق سهل واحد إلا وزين نفسه للموت لست نبيكم لكنني الجبل الذي يحمي من الطوفان قشة روحكم فوق المياه المهلكة وحفيد نهر الدم يجري من مساقط كربلاء إلى أزقة معركة. وأختم بقصيدة بمقطعين من قصيدة قمصان يوسف. ولابد من توضيح قليل يعني عن القصيدة وما يحيط بها من خلال قراءتي متعمقة لسورة يوسف اكتشفت بأنه البطولة في هذه السورة هي للقمصان وبأن القمصان لها دور أساسي في صياغة الجمال اليوسفي الذي ينتقل من مشقة إلى مشقة ومن بئر إلى بئر. أول قميص أنا وياك نتذكره القميص الأول هو الذي صبغه إخوة يوسف بدم كاذب ورموه في البئر وادعوا أنه أكلوا الذئب. هذا القميص سميته قميص التجربة. القميص الثاني هو الذي مزقته زليخة من الخلف الذي قد من دبر في أثناء مراودتها ليوسف وانكشاف أمرها بفعل القميص وسميته قميص الشهوة. هذه التجربة الامتحان الثاني. والقميص الثالث هو اللي يمكن الأقل شهرة هو الذي أرسله يوسف مع أخوته حين كان في مصر إلى أبيه وكان يعقوب أعمى فلما شم القميص عرف به رائحة ابنه وكان أعمى فأبصر سميته قميص الرؤيا. سأقرأ في الختام مقطعين أو قميصين من ثلاثة لأنه قميص الثالث بالغسيل. قميص التجربة. قبرات الحقول تقافز قلب الثعالب حول الينابيع نوم النماد الطويل على طرقات الشتاء عراك المجرات من أجل نجم تغازله الشمس من خلف ظهر الفلك كلها الآن تسجد لك كلها الآن تجثو على قدميك الإلهيتين ميممة شطر أهدابك السود مسرعة كي تقبل ثغر الهلال الذي قبلك ولكن سرك في أن تكون جديرا بسحرك في أن تخط المياه التي سكنتها الشياطين كي تستعيد البراءة أو تستعيد بجذع اختيارك من حاسد حسدك وسرك في أن تعود إلى نقطة الصفر كيما ترى جسدك نظيفا كجوهرة في العراء وكيما تخلص نرجسك المتوجس من نفسه لا تصدق جمالك صدق ظلالك فوق الجدار وغص نحو وحل الحقيقة كيما تجدد ما قوض الطين فيك فهذا الزمان الذي برأ الذئب من شبهة الدم فوق قميصك ليس زمانك وهذا الحصان الذي لم تخن برقه المترددة خانك وإخوتك اتحدوا مع قميصك ضد دموع أبيك فلا تتعلق بدلو الأمان الذي انتحلوه لكي يخدعوك توقع حبيلهم وابتكر من خيوط الهلاك حبالك دع قميصك للذئب كي تنتهي عاريا مثل ما كنت واهبط إلى آخر البئر كي تستحق جمالك قميص الثاني قميص الشهوة. حين عدت من البئر مش أنا يعني أستاذ علي عشمي ضمير يعود بيوسف تسلم. حين عدت من البئر أحسست أني أعود غريبا
كمن مسه من نسيم الألوهة برق خفيف. يباعدني عن يدي ملاكان لا يبصران سوى شبحي فيهما، وتسبح صحراء من خجل في عروقي، ولكنني منذ أبصرتها ضاق صدري بي، فأسلمت خوف أبي للذئاب ولحيته للرياح، وأحسست أني سوايا، وقد راح يركض في خرز الظهر ماء كفيف. وإذ راودتني زليخة عن جنتي شفتيها انشطرت، وراح الملاكان يقتتلان على كتفي الثقيلين، فيما براكين حمراء كانت تمزق أقفالها وتهرول تحت ثيابي، وما بين كفي جمر يطوف كأن دمي ملعب للوساوس، بعضي يحارب بعضي وتشهرني ضد نفس السيوف. ليس بيني وبين زليخة إلا قميصان من عفة وتشهن، كأن الصراع المؤبد ما بين إبليس والله قد ضاق حتى غدا بحدود القميصين. أيهما الآن أختار؟ عدت من لجة البئر كي لا أعود إلى البئر ثانية، غير أن فحيح الأنوثة يشتد حول خناقي وجسمي ضعيف. كان لابد أن ينقذ الله صورته في، فلما هممت وهمت تدلت مراياه من خشب السقف، حتى حسبت بأني أعانق نفسي، وأن زليخة ليست سوى صرخة الإثم في داخلي، فاستدرت إلى الخلف أعدو وراء جمالي، ويعدو ورائي نباح الدماء المخيف. نتمنى لدقائق فقط لنشاهد تكريم الشاعر الكبير شوقي، ونبدأ بسعادة قنصل لبنان الأستاذة سوزان ياسين. القيمون على تنظيم هذه الأمسية، الجهة المضيفة المتمثلة في المتحف العربي الأمريكي، حضرات المهتمين بالشأن الثقافي والذائقة الشعرية، الحضور الكريم، يسعدني جداً اللقاء بكم اليوم في هذه الأمسية الجميلة التي تجمعنا بقامة مبدعة في المشهد الثقافي اللبناني والعربي. صاحب الحضور الواثق والهوية الشعرية الفريدة، المؤمن بأن الشعر متاهة عذبة تلقي سلطان نفوذها على صانع القصيدة ومتذوقها معا، وتسبب الإحساس مقنعا بلغة المجاز في سياق توازنات ذكية بين الشكل والمعنى، بين الصورة والفكرة. فليس الشعر أن نبكي على ما ضاع من فردوسنا، بل أن نضرم تحت اللغة البكماء نيران المجاز. هو كالنهر ينساب بمنتهى الوجدان وكامل التجدد، غرف من ينابيع قريته زبقين في جنوب لبنان، أو موطن الروح كما يحلو له تسميتها، الكثير من الصور والأخيلة التي رفدت قصائده الجميلة، قصائده بجمالية خاصة ووفاء للذاكرة الأولى. تدفقت مفرداته بخفة الطائر ورشاقة الماء وعمق المعاني. اقترنت بالفلسفة في بعض المحطات، حيث تحول الوصف إلى تأمل في الذات دون أن يتنازل عن كثافة الرمز وغنى الصورة وأناقة التعبير.
جمعت قصائد ضيفنا الكبير بين أصالة الانتماء والأمانة للتراث والالتزام بقضايا الوطن والإنسان والأرض والحب والمرأة. وقد اختار الخروج عن القصيدة العمودية متحرراً من مقاييس الوزن والقافية ليتجه نحو شعر التفعيلة اعتماداً على الإيقاع الداخلي المتماهي مع حركة التجربة، ليصبح الشعر بذلك ظهيراً للحياة نابضاً بثنائياتها بتناقضاتها ومختلف أمزجتها. هو باختصار حالة أدبية متميزة وصاحب مسيرة مشرفة حافلة بالعطاءات التي نعتز بها ونفتخر. وقد حالفني الحظ بلقائه شخصياً اليوم لأقدم له باسمي واسم قنصلية لبنان العامة في ديترويت هدية متواضعة كعربون تقدير واحترام لأعماله التي رفدت مكتبتنا العربية اللبنانية والعربية بالكثير من الحب والجمال والإبداع. شكرا لسعادة القنصل، شكرا على الكلمة الجميلة. والآن عندنا تكريمين، واحد باسم المركز العربي بقدم الأستاذ حسن جابر مدير المركز، وبوعدكم إنه كلمة حسن قصيرة بس بطيئة يعني. بالنيابة عن المتحف العربي الأمريكي عن المركز العربي للخدمات الاجتماعية والاقتصادية، أغنيت المتحف، سكرتنا بالجنوب، أغنيتنا بروح الصمود. بالنيابة عن هذه الليلة المليئة بالذكريات وبالإبداع، نتشكرك لحضورك ونتأمل أنه هالليلة هذه تتبع ليالي عديدة من هالمستوى من الشعر والإبداع. شكرا لك، يعطيك العافية. والآن التكريم الأخير من قبل مدير المركز العربي للثقافة والفنون، يقدمها الدكتور علي عجل. كم جميل أن نجتمع بعد طول هذا الغياب، كم جميل أن نعيد للذاكرة خصبها وللروح ألقها وللماضي الساكن فينا نعمة الانبعاث من جديد. وأعترف يا سادة الكرام أنني ومنذ ما يقرب من 50 سنة أحب هذا الرجل. شاء ذلك أو أبى، شئت ذلك أو أبيت، وكيف لا أحبه وزوادتنا المشتركة حافلة بالانكسارات والانتصارات، بالآمال والخيبات، بعشق التراب وطهر الفلاحين. وكيف لا أحبه وهو أنيس الوحشة ورفيق الدرب الطويل
ونديم العمر الجميل ما بين العباسية وزبقين بلدتينا ما كانت للدروب أن تنقطع، وعلاماتنا الفارقة أبو شوقي بيو الله يرحمه وأم شوقي وأم الخضر والدتي وغيرهم عصية على الغياب، كل ما بيننا يا صاحبي عصي على الغياب. قد تكون السنوات العجاف الأخيرة فرقتنا قصرا، تباعدت بيننا بلدان وحروب وهمية، لكن القلب وما يهوى. وجودك اليوم بيننا يا صاحبي كما السحر الحلال، كما طلت الأحبة بعد ارتحال طال. ولا بد أنك تعلم يا صاحبي ما يعنيه المطر الصيفي، وما تحدثه الشتوة الأولى في التربة المنتظرة. إحساسي بك يا شوقي الآن هو هذا بالضبط. أتيت فأنعشت لقامتك السامقة، لطلتك البهية، لمعينك الشعري الذي لا ينضب، لمسيرتك المتوجة بالعز والإنجازات وانتصار الكلمة. كل التحايا والمحبة الخالصة منا جميعا ومن المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون الذي يسعى متلمسا خطوك في مسار الثقافة والإبداع. باسم المركز اسمح لي أن أقدم لك هذا الدرع. شكرا لحضوركم جميعا، شكرا شكرا. يمكنكم أن تأخذوا صور مع النساء شعبان. ما كان
Thank you.